بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا هنا في مدينه سمنمود مركز اجا محافظه الجاهليه. ده بالظبط المكان اللي كان فيه ابو يحيى يوم 7/5 يوم حادث امبابه. ده مسجد اهل السنه والجماعه في مدينه سمنمود، والساحه اللي امام المسجد شاهد فيها بعض شهود العيان ان ابو يحيى كان يقف في هذا المكان، واتصل بالشرطه العسكريه من هنا. وهنقابل احد شهود العيان اللي شافهم ابو يحيى يوميها. انا عايز الاخ يعرفنا على نفسه الاول. هو اسمه كامل يعني؟ ايه؟ غيره ممتاز. والد عبد المنصف محمد يعني. طب يلا حضرتك بتقول ايه اللي حصل بقى يوميا؟ انت شفت ابو يحيى؟ شفته بقى في المنصف هنا بيتكلم مع حد من الشرطه العسكريه. كان امتى الكلام ده تقريبا؟ هو كان هنا من الصبح لما الغد بالليل. انت شفته بيتكلم امتى يعني؟ واقف خرج من المسجد امتى؟ كان بيصلي مره الظهر ولا العصر؟ مره الصبح ومره العصر، وشفته مره بالليل بس ما كانش بيتكلمش. لكن يوميها اليوم الحادث بتاع امبابه بالظبط، ولا في انه يوم بالظبط؟ والايام بتبقى شبه بعضها. لا يوم الحادث، لان رحت اتفرجت على التلفزيون. انت حضرتك رحت المحكمه ووثقت الشهاده بتاعتك زي ما قلت لي؟ امتى بالظبط حضرتك وثقت الشهاده بتاعتك؟ النهارده يوم الاربعاء، يوم الخميس. يوم الخميس 30/6 الاخ وثق شهادته في محكمه اجا. محكمه اجا اللي هي تابع ليها قريه مدينه سمنمود تبع مركز اجا. الاخ وثق شهادته في محكمه اجا، الشهاده اللي هي بتثبت ان ابو يحيى كان موجود هنا يوم 7/5 يوم حادث امبابه، ولم يشترك ولا في التحقيق ولم يشترك في الحادث ولم يتواجد هناك اصلا في هذا اليوم. برضه يعرف نفسه. حاتم رضا محمد. انا شفت الشيخ ابو يحيى كان مر من المكان هنا وطلع نص الشارع الساعه 11:30 تقريبا، ركب سياره بالليل ليلا. يوم الحادث. نعم تمام. 11:30 ليلا يعني اصلا ليلة. بعد ما الحادث كان بدا الساعه 8 او الساعه 12:30 كان الموضوع اصلا خلص خالص يعني. هو كان 11:30 هنا في قلب مدينه سمنمود. نعم. كان معانا اخ كان واقف وقعد بشد. كان معانا اتنين كانوا واقفين معانا، منهم واحد ده بشد. تمام. كان واقف وركب عربيه تويوتا مع احد اقاربي وانصرف. اللي يعرف بس قريه مدينه سمنمود مركز اجا محافظه الدقهليه، دي قريه بتبعد عن القاهره حوالي 2 ساعة سفر عن مدخل القاهره، يعني ما يقرب من 120 كيلو متر. فازاي يبقى متواجد هنا الساعه 11:30 وهو في نفس الوقت الساعه 8:30 بدا حادث امبابه؟ حضرتك وثقت الشهاده بتاعتك ولا ما وثقتش؟ لا لسه، يعني كان بعض الظروف الصبح ما كناش مظبطين، هما جاوا علينا قبلها بيوم يعني. لكن حضرتك هتروح توثق الشهاده لسه ان شاء الله يوم السبت ولا امتى؟ الله المستعان، لما نشوف مع الاخوه نروح كلنا. طب برأي حضرتك ايه في الشهاده اللي حصلت ديت، ان هو كان متواجد وكان بيحرض هناك في امبابه؟ لا، اللي كان هو كان موجود وكان متواجد كانوا صوروا. حد صوره؟ ما حاجة عقلية. طب ما فيش حد صوره هنا بقى. هو معروف؟ لا ما هو هنا هيصوروا ليه؟ لا هو هنا ما فيش حاجة صوروا ليه؟ هو الشيخ بيجي هنا هو بيسلم علينا. كان في أحداث أصلا؟ بالظبط. على الأقل زي ما صوروا الناس التانية اللي كانت موجودة ومتهمة. يعني هو لما كان في الوقفات بتاعت أخت كاميليا وأخواتها وأخت سلوى، الناس صورته لأن في حد هيصوره. أما دلوقتي هو في أحداث إمبابة المفروض يصوروه، أبو يحيى معروف خلاص بقى نار على العالم. يعني مجرد تواجده في اي مكان لازم يتصور ولازم هو معروف. الاخوه ما عرفوهوش الا من موضوع كاميليا وموضوع اخواته وموضوع رساله الوقفات. انا هنا مش هصوره، هنا عارفينه، انا اعرفه من زمان، سلمت عليه وكلمته ومش عارف خلاص خلص الموضوع. اما ان هو هناك المفروض يتصور زي اي حد يتكلم هناك يتصور. طبعا الشغل، انا اسف والله، الشغل القذر اللي عملوه، صور ده عشان ده منفعل وده منفعل وده منفعل، وخلوا من الانفعال قضيه. تمام. خلوا من الانفعال قضيه. حضرتك ان شاء الله شيخ حاتم هتروح توثق الشهاده بتاعتك باذن الله بعد كده. ان شاء الله. جزاك الله خير. ابراهيم احمد العدلي. طيب انت حضرتك برضه كنت موجود هنا يوم حادث الامبابه وشفت الشيخ ابو يحيى؟ موجود. كان ابو يحيى معانا، كنا بنتغدى معانا فوق. تمام. واحنا قاعدين كده جاله تليفون بتاع الاخوه، قال له يا شيخنا في موضوع فتنه بين النصارى والمسلمين وكده، فيا ريتك تتصل بالحاكم العسكري. فيا ريتك تبلغ الحاكم العسكري وكده. ابو يحيى على طول اتصل بالحاكم العسكري كلمه، قال له ابو يحيى الموضوع ده قديم حوالي من 3 بعدين ابو يحيى اتصل على الاخ قال له ازاي تقول لي حادثه قديمه وكلام قديم، لازم يكون عندك مصداقيه الكلام اللي بتقوله، لازم تكون متاكد من الكلام ده. خلاص وبعدين شفته هنا لغايه المغرب تقريبا كمان. تمام. كان طول اليوم هنا يوم
في الموضوع حسن متغدي معاه في اليوم ده. تمام. طيب صلى هنا في المسجد وكان موجود معاه صلى هنا. صلى هنا. صلى هنا المغرب الاخ والعصر امير الاخ عبد المنصور العفيفي كان برضه موجود. انا متواجد عندي فوق في الشقه برضه وشربنا الشاي برضه واتغدينا. عبد الرحمن خد غدا فوق وبعد كده نزل صلى وقعد مع الاخوه شويه. طلعنا عند احمد عاشور برضه ونتفرج برضه على التلفزيون فوق. كان قاعد مع والدي والشيخ احمد العدوي. كنت قاعد بتفرج على حاجه معينه؟ على كاميلا. وكنت مستنيين ليها كاميلا؟ مستنيين. مستنيين بقى ظهور اللي هي تطلع. كنا نتفرج على الدش فوق عند احمد عاشور في البيت فوق. تمام. ده اللي موجود. وبعد كده مشي. بعد طب مشي امتى بالظبط؟ مشي الساعه 12 بالليل راح عند بلده كفر عوض عند زوجته الثالثه. قعد الساعه 12 بالليل مشي من والساعه 2 لحد الساعه 2 كان معاه تليفون قال لي انا محتاج عربيه عشان اروح مصر بيه. وجبت له العربيه ما اعرفش بقى راح فين بعد. تمام بالظبط. يعني لحد انتهى احداث امبارح ولحد الساعه 12 كان ابو يحيى موجود لحد الساعه 2 بالليل هنا في البلد و2 بالليل وبعت له العربيه نص نقل وممكن اجيب لك العربيه اللي كانت معاه وديته في الحته الفلانيه. هو اساسا بيجي هنا بيشتغل في الموبايلات وكان قاعد معاه بيصفح حساباته وكل حاجه فوق وتمام التمام. وجه نزل صلى العصر هنا وقعد مع الاخوه شويه وبعد كده مشي. تمام. لكن هو فضل موجود في البلد لحد الساعه 12 بالليل وكان الساعه 2 بالليل عند زوجته الثانيه في كفر عوض. حضرتك برضه وثقت شهادتك في المحكمه؟ كل حاجه متوثق. وانا وعبد الرحمن وثقنا امبارح والشيخ محمد فراج برضه وثقنا وكل حاجه تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. احنا هنا في مني سمنود مركز اجا محافظه الدقهليه ومعانا فضيله الشيخ احمد العدوي احد اعلام اهل العلم هنا في هذا البلد وهو شقيق فضيله الشيخ مصطفى العدوي الداعي الاسلامي الشهير. وفضيله الشيخ احمد يعني له شهاده حق. هو اخبرنا ان هو شاهد عيان على وجود ابو يحيى مفتاح محمد فاضل في مينية سمنود في يوم الحادث الشهير حادث امبابه. واحنا هنسيب فضيلته يحكي لنا على شهادته. اتفضل يا شيخ. هو الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أبو يحيى قابلنا هنا يوم الحادث يوم حادث امبابة. كان موجود في الليل بعد المغرب. هو له شغل مع ابن عبد الرحمن يبيع تليفونات ويشتري منه تليفونات. فكان جاي له عشان تليفونات ياخد منه أو يديله يعني في حسابات بينهم من بعض. ففوجئنا وهو واحنا واقفين معاه قال ده في واحدة خطوطه في اتحالة. سمعت إن في واحدة خطوطه في اتحالة وأنا بلغت الجيش. ورايح حالا اتفرج اسمع اخت كاميليا هتيجي حالا على قناه الحياه تقريبا وكان عايز اسمع. فرحنا معاها نسمعها. فاحنا شفناها قعدنا نسمعها وهو كان عمال يتصل في اليوم ده. بس يعني لقيت الموضوع طول شويه طول في الاتصالات فمشينا وسبناها. يعني هو حضرتك كان جاي اصلا في شغل مع ابن حضرتك عبد الرحمن. يعني طبعا اللي جاي في شغل مش جاي في تحريض. يعني لا انا جاي شغل وفي شغل بينهم من بعض. حد تابع يعني لو هم في مراقبه للتليفونات هيلتقوهم كانوا في اتصالات يعني هم بيتحاسب معاهم ويتحاسب. تمام. وارامه برضه من حضرتك سمعت ان هو بيقول لك في واحده اختطفت النهارده. قال لك انا حريص دلوقتي على اني اشاهد كاميلا. يعني هو قاعد برضه هنا عشان هو كان قاعد عشان يشاهد كاميلا. بس فوجئ واحنا قاعدين قال ده في بعد مشيت انا بعت لعبد الرحمن ابني عبد الرحمن لقيته بيقول ده فيه مش عارف حوالي 12 قتلوا النصارى قتلت حوالي 12 واحد. وطبعا صدم كاي واحد مسلم يصدم لما ينفجر لان اللي اخبره ان كل اللي ماتوا مسلمين. طب حضرتك عشان بس سؤال يعني حضرتك قعدت مع ابو يحيى او يحيى قعد مع حضرتك لحد امتى تقريبا؟ لحد الساعه 9 ونص تقريبا في الليل. لحد 9 ونص مساء؟ 9 ونص مساء نعم. في يوم الحادث؟ نعم. يعني الحادث تقريبا بدأ 8 ونص. بس الخبر جالي 10 ونص جيب يقول لي ده في حاله او 11 تقريبا ان في حاجه حصلت ان في حوالي 12 واحد النصارى ضربوا المسلمين عند في تمام في بسم الله خيرا وربنا يبارك في حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. برضه معانا هنا احد شهود العيان اللي كانوا شاهدين على وجود ابو يحيى في مكان مغاير لامبابه في يوم حادث امبابه. هنتعرف عليه الاول. الاخ احمد عاشور من سمنود بلد الشيخ مصطفى العدوي معروفه طبعا. احنا كلنا تلامذه الشيخ مصطفى. تمام ان شاء الله. انت حضرتك بلغنا ان حضرتك هتتجوز النهارده ان شاء الله. النهارده الحظ احنا طبعا ان شاء الله مبارك ان شاء الله ولا بلاش مبارك مش
الله بس انت خير منه. انت من مجموعه اللي اسفين الرئيس ولا ايه؟ لا ولا اسفين ولا حاجه والله. ربنا يهديك. طيب احنا النهارده فعلا تواجدنا كده صادف ان النهارده الفرح بتاع الاخ احمد. فنسال الله تعالى البركه له ولزوجته وان يبارك عليهما وان يجمع بينهم في الخير. احنا عايز اسال بس انت قابلت ابو يحيى يوم الحادث بتاع امبارح؟ هو يوم الحادث كان ابو يحيى عندنا من بعد صلاه العصر. كان هو هنا في منيسه منوت. كان موجود في منيسه وكان الاول في كفر عمد من الظهر عند زوجته الثالثه الثالثه. تمام. وجالنا جالنا قعد عند عبد الرحمن في البيت بعد صلاه العصر. قعد عنده فتره وبعد كده ايه تواصل اللي هو عبد الرحمن قال جالنا خبر ظهور كاميليا على عبد الرحمن العدوي. عبد الرحمن العدوي جالنا ظهور كاميليا على قناه على قناه اوروبيه. حكم عندي الليش بتاع مثلا كبير فقال لي احنا ممكن نوجه الطبق على القمر الاوروبي. فجينا عندنا هنا بعد المغرب في شقه اخويا في بيت اخويا فجينا شغلنا السيفر وجبنا صوره كاميليا. بعد كده رجع ابو يحيى وصل اخبار له يعني هو اتفرج على الفيديو اللي طلعت فيه كاميليا على قناه الحياه عندكم هنا في البيت. لا ده الاول على القمر الاوروبي. لا اقصد يعني المكان اللي اتفرج فيها في بيتي من في مني سمنت في بيتي اللي تقريبا كان اذيع اليومها الساعه 7 تقريبا او ما يقرب من ذلك يعني متاخر. حادث امبارح بدا تقريبا 8 8:30 وهو كان متواجد من في هذا الوقت في هذا المكان. كان متواجد عند بيتي في شقه اخويا. تمام. شقه اخويا كان متواجد عندي وشاهد وشاهد والدتي برضك لو انت عايز نجيب لك والدتي والجيران لدرجه الجيران من كتر المكالمات اللي كانت جايه له على قناه الحياه مع الاستاذ معتز الدرداش الجيران طلعوا قالوا في ايه احنا سمعنا صوت الراجل ده عندكم بره في الشارع عندنا. يعني هو كان جاي لهم اهالي اهالي المنطقه سمعوا من الموضوع ده وشافوه. امال احنا بلغنا ان في التحقيقات بتاعه ظباط بتاعه امبابه ظباط الشرطه بيقولوا ما احنا شفناه هو جاي بيجمع الناس وبيحرض الناس. هي لو الناس متجمعه من امتى؟ لو الناس اتجمعت من الساعه 1 بالليل ابو يحيى سيبنا الساعه 12 بالليل بالظبط خارج من عند بنتي الساعه 12 ونص كده خارج من بيت انا الله اعلم بقى غادر البلد مع عبد الرحمن انا سبته يعني اصلا 12 ونص كان ضرب النار واقف اصلا. انا بقول لك هو خارج لو ابو يحيى ما خرجش من بيتي لو بقى قبل كده لا ابو يحيى كان عندي في البيت بعد كده بقى ممكن يبقى موجود ان شاء الله يعني. ده لو بعد 12 ونص لو بعد الساعه 12 ونص هو كان من المغرب لحد الساعه 12 ونص بالليل مساء كان عندي في بيتي. تمام. طيب انت حاجة بقى ان شاء الله بقى بعد الشهر العسل كده توثق الشهاده اكيد ان شاء الله امال ايه ده اكيد يعني الله يعطيك طبعا فرحنا سمعنا الفرح والله بس انت جيتوا الظروف انت شايف الظروف عندي عامله ازاي ربنا يجعله فرح بارك الله فيك ومبارك عليك جزاكم الله خير ومعلش يعني لا والله ده انت شرفتونا بس شرفتونا اطول الشهود وانت احد لا شرفتونا والله انت جيتوا الله يبارك فيك المكان يعني انت شرفتونا والله ربنا يبارك. طيب احنا برضو معانا عبد الرحمن احمد العدوي وده احد شهود العالم الرئيسيين ده شريك ابو يحيى فالمفروض لو يبقى شريك ابو يحيى يبقى شريك ابو يحيى في الحادث برضه يعني عبد الرحمن انت متهم اللي انت كنت مع ابو يحيى في يوم حادث امبابه ده صحيح ولا لا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليك جنب العريس. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ابو يحيى كان معايا في يوم حادثه امبابه دي كان جاري وصلني بعد الظهر جه المسجد وانا نزلت جبته من المسجد هنا في المنيا برضه في المنيا وطلع معايا البيت واتغدى وكنا بنتغدى فجاله تليفون من بعض الاخوه قال له ان في واحده اتخطفت كانت مسيحيه واسلمت واتخطفت كانت اتخطفت يعني هما وصلوا له ان في واحده اتخطفت وفي قلق في مصر وفي يعني في مسهرات وفي حاجات في مصر فهو قاعد أو قاعد اتصل ببعض بعض الاخوه يتحرر الموضوع ده هو اتصل ابو يحيى من بعد الظهر اتصل مثلا وقعد مع عبد الرحمن من بعد الظهر كده يتحرر يعرف ايه الموضوع بس اما حد اما اي اللي يقول لك اللي هو كان هناك ما كان في وقت الحادث هو كان كل شهود دلوقتي احنا قابلنا شهود كتير جدا بيثبتوا ان هو كان في مينيت سمنود بالفعل هو جاله هنا في مينيت سمنود اتغدى معايا تمام جاله تليفون من بعض الاخوه
ان واحده اتخطفت وكده، فاتصل على طول مباشره بالقوات تقريبا القوات المسلحه، ما اعرفش هو كان يعني ليه صله بهم، ليه صله بالقوات، فاتصل بهم قال لهم ان في واحده اتخطفت كذا كذا كذا. فطبعا بعد شويه القوات اتصلوا عليه قالوا له ده مخطوفه بقالها شهرين او ثلاث شهور. يعني هو قال لهم انها مخطوفه يوميها يوم الحادث ورجعوا هم القوات المسلحه قالت لا ده مخطوفه بقالها شهرين. يعني القوات المسلحه اكدت حادث الخطف فعلا يوميها. فرجع بقى الاخوه اتصلوا عليه وقالوا له، قالوا له ان ابو يحيى دلوقتي هي مخطوفه بقالها شهرين فعلا، بس اتصلت عليه النهارده قالت له ان انا موجوده في الشقه الفلانيه في امبابه في الحته الفلانيه المكان. فطبعا اتصل مكان محدد، في مكان محدد يعني في مكان محدد، انا موجوده في مكان محدد. فطبعا اتصل ابو يحيى على القوات قال لها ان فعلا كانوا من شهرين او مبلغين عليها، بس اتصلت، بس هي اتصلت بزوجها او بشخص يعني تقريبا زوجها ولا ايه، زوجها المسلم، زوجها المسلم، زوجها رئيس سنسال. اتصلت بقى قالت له ان انا مخطوفه في الحته الفلانيه وتعالى خدني. بس فطبعا القوات اتحركت الى هناك، وطبعا اللي هو الاخ اسمه ياسين ده برضو ايه يعني ممكن ان هو قال في مسجد او كده، او سمعنا اللي هو قال في مسجد انا زوجت مخطوفه في الحته الفلانيه ده هناك في امبابه. في امبابه. طيب احنا هنا في مدينه سمنود، في مدينه سمنود ابو يحيى قاعد معاك، قاعد معايا ابو يحيى، قعدنا اتغدينا وخدته ورحنا المخزن صفيت حسابه وطلعت عند امير العفيفي. صفيته يعني؟ صفيت الحساب بتاعه يعني. كان له حساب بيننا، كان حسابه ليه اجهزه وحاجات. هو يعني ابو يحيى شريكك اصلا في الشغل. شريكي في الشغل وبينزل. المفروض تبقى شريكك في الشغل يبقى انت شريكه في الجريمه بقى. لا هو ان كان عمل جريمه. لا هو عمل جريمه. لا هو ابو يحيى طبعا ما عملش جريمه. هو ابو يحيى متهم ظلما ان هو شارك في التحريض والتجمر مع الناس هناك في امبابه، والاخوه زي ما الناس شايفه كلها وسامعه يعني هو كان متواجد في هذا اليوم لحد الساعه 12:30 مساء. يعني الاخ عبد الرحمن شريك في الشغل وكان موجود معاه وبيصفي معاه شغل رسمي. فاحنا تمام تمام. وخد والله مبلغ مني الفلوس، صفيت معاه الحساب. طلعنا عند امير العفيفي قرب المغرب، صفينا الحساب واديت له فلوسه. قال لي انا عايز اتفرج على كاميليا هتيجي تقريبا الساعه 8 او الساعه 7:30 في الحدود دي. فطبعا يعني ما كانش في اصلا اي نيه ان هو يروح امبابه بعد ما سمعوا على اي حاجه. لا لا لا. هو كله شغله الشاغل ان هو يسمع كاميليا خالص، ويشوف كاميليا فين ويعرف هي فين. هو شغله كله اللي هو يعرف كاميليا فين. فقلت له طبعا انا قلت كان في لي اصحاب، في واحد اسمه محمد ابو شحاته صاحبي، قلت اروح عنده ما ردش عليا في التليفون. فقلت احمد عاشور هو عند اللي هو اخويا اشرف. فطبعا رحنا لاشرف مقنوش، واحنا راجعين في الطريق انا اشرف جايب الفيسبا. فقلنا له اشرف معلش عايزينك ضروري حالا عشان في حلقه على قناه في على الاوروبي، على الامر الاوروبي في قناه، فعايزينك دلوقتي. فقام ما اتاخرش وجي معانا، وصراحه اتفرجنا على الحلقه. وطبعا اتصلت بيه القنوات، قعد يعلق على المشهد والحاجات دي. فضل معايا ابو يحيى في البلد في مدينه سمنود لغايه حوالي الساعه 12 طلعنا من عند احمد. يعني حتى ما كانش عمال بيعمل تليفونات تحريضيه حتى. لا ده بيعمل كل التليفونات جايه من القنوات الفرنسيه. هو كان بيستاذ ايه؟ استاذ في معانا شاهد تاني، تعالى بس هنا. انت رايح بعيد ليه؟ اشرف الورود كان عنده. دي اشرف عاشور ده اللي كان عنده، كنا بنتفرج عنده في الشقه. هو اللي هو بس عرفنا نفسك الاول طبعا. انا اشرف مصمم اعلانات شغال في الكوره. منص اشرف اخر عريس. اخر عريس انت مستبقون هم اللي حكوا. هو اللي حصل بس في نقطه انت مش بدقني يعني اصلا. هيقول لك احنا جايين كلهم بتقولوا وبتاع، بس خد برضه مش بدقني. لا عشان لك بقى كلهم سالكين. بس عشان ما اقولش ان انا متحيز. يقول لك في بعض مش اقولش ان انا متحيز. انا مش متحيز، انا ما بقولش هذا الحق. حتى انا يعني انا في من شغلي عسيت حوالي كومنت على الفيسبوك تمام، وصل لي تاني يوم ما هو اتقبض عليه. والله انا ست قلت هو كان عندي في الشقه تمام، ومتصل بالاستاذ معتز مطر ومتكلم وكل تليفوناته استقبال، يعني هو استقبل من عندي. في تاني يوم وصل لي بقى حوالي بتاع 75,000 كومنت سايبيني على الفيسبوك تمام. طبعا بقى الاخوه يوم طبعا عمالين ايه يبعتوا بقى رسائل من اللي بالك فيها، فما خدتش دماغي. اقسم لك بالله يعني انا ولا تبع اي طيب، يعني انا مش تبع اي فئه تمام. هو كان عندي في شقتي في بيتي
وقعد معايا حوالي هنا في البيت ده في منية سمنود، قعد في شقتي وقعد في بيتي وبيتصل من وبيجي له تليفونات وبيتكلم قدامي مش قدام حد. تمام. وعندنا في البيت كلهم شاهدين، يعني الحاجه برده كانت موجوده ومراته وكلنا قاعدين وقاعدين معاه. ايه جيران في الشارع بتتصل انت لو عايزنا اجيب لك الجيران مثلا يعني في الجيران هو اللي بيستقبل تليفونات. تمام. هو قاعد هو راجل قاعد اتفرج على الحلقه وجاب ورقه وقلم وقعد يكتب قاعد يكتب يعني هو بيكتب وهو بيتفرج على الحلقه. طبعا الحادثه بتاع ايه بتاع امبابه شغال بتاع امبابه. تمام. حادثه امبابه شغال. طب برضه انا عايز اقول لك على حاجه برضه يا شيخ، يعني لفت نظري يعني بمعنى صح واحد يعني ايه مسؤول كبير قال الموضوع ده. ليه وقت ظهور كاميليا على التلفزيون ظهرت مشكله امبابه؟ يبقى الموضوع ده موضوع كبير متدبر ومش كبير عن الشغف يعني. ليه وقت ظهورها؟ ما انتوا قدامكم يعني عبير ديت قعدت معاكم شهرين، المفروض يعني يحصل المشكله دي. لا ليه ظهرت المشكله ساعه وصول كاميليا شحاته؟ دي اللي هيجنني بصراحه. ده انا عايز افهمه. تمام. مش عارف. انما انا الراجل قاعد في شقتي جبنا له كرسي قاعد قدام التلفزيون جاب ورق وقلم قاعد يكتب حوالي 12 ساعه كتب الحلقه كلها اللي حصل. تمام. قعد معانا شرب العصير بعد الحلقه وقعدنا ندردش انا وهو وعبوده شويه وكل تليفونات استقبال ما اتصلش. تمام. حتى طب الراجل عايز ايه؟ التليفونين بتوعه كانوا فاصلين شحن صح؟ بيجيب الشحن ويطلب من عندي. يعني الراجل ما كانش ناوي ان هو يحرض. ازاي هو عايز يحرض التليفونات ما فيش فيها شحن؟ اتصل الاستاذ معتز قال له 1 2 3 4 واتكلم معاه. المكالمه طبعا المحادثه متسجله واتصل بقناه الحكم. لا ولا اتصل ولا حرق ولا اتكلم ولا حضرت طول الوقت متاكبر معاه. احنا طول الوقت اصلا المكالمات كانت جايه له، يعني المكالمات من جايه له قنوات جايه له ما هو عن كاميليا. عن كاميليا. اما حادثه امبابه دي ما كانتش يا شيخ حادثه امبابه باينه زي الشمس. تمام. احنا بقى من وقت ظهور كاميليا على التلفزيون حصلت الحادثه دي. اشمعنى في الوقت ده بالذات؟ اشمعنى الوقت ده اللي اختار؟ لكن هو كده كده الشاهد والثابت الكل اجمع عليه دلوقتي ان ابو يحيى كان متواجد هنا في مدينه كان متواجد في مدينه في شقتي. وعندنا برضك الجيران. انت لو عايزنا الجيران نيجي نشوف الجيران برضك. لو انت الجيران نشوفهم. وعندك الحاجه برضك موجوده هنا برضك. لو انت هو كان بيتكلم من البلكونه في الجيران يعني جاي يسمع خروجه. هو انا هتجنن. انا هو بيبقى عصب انا عصب حاجه. انا حيصان صور معاه عادي مفيش مشكله. طيب انا قاعد يا شيخ اختي زميله ليا في الشغل بتقول لي الشيخ ابو يحيى قبض على النهارده. فدخلت على النت بشوف اتاكد. فقلت لها يا هبه والله العظيم زميلتي يا هبه والله العظيم ده هو مظلوم في شقتي. فقمت قالت لي اخش على الفيسبوك وسيب كومنت. سبت كومنت على الفيسبوك بعد 3 ايام لقيت وصلت 75000 كومنت. يعني في ناس كتيره مصدقاها. هو ان شاء الله باذن الله تظهر براءته باذن الله. لان الحق ابلج والباطل اجل زي ما بيقولوا. والشهادات كلها وقع الشهادات كلها بيقول لك ان هو كان متواجد في قلب امبابه يوميها. وسبحان الله يعني يشاء ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده بالذات كان عندنا مين سمعنا في بيت يعني هو وفي شهود عينك جدا جدا في بيتي وفي شقتي. تمام. والله قابل برضه بعض طلبه العلم قاعد معاهم بعد العصر. قاعد معاهم بعد ما احنا صورنا مع بعض الشارع كله. الشارع كله كان بيتكلم في التليفون وبقى قاعد ويسال برضه عن اتصال الشيخ عن كاميليا وظهور كاميليا و تمام. اتصال قنوات مش اتصال مش تحليل. صحيح. اتصال كلته قنوات. طيب تمام. فهو الناس بره في الشارع تشهد والناس كلها تشهد. احنا فعلا احنا صورنا فعلا مع بعض الاخوه في الشارع هنا وورونا المكان اللي كان واقف فيه هناك معاهم وشاهدوا ان هو كان متواجد بالظبط وقت الحادثه بالظبط. كان واقف عندي في البلكونه وبيتصل بالاستاذ معتز. تمام. ده بعد الحلقه. تمام. في عز الضجه اللي قالوا في امبابه فيها مثلا ضربوا كده كان ابو يحيى عندي في البيت. يعني لو الضجه بدات الساعه من المغرب او بدات سائلا 8:30 كان عندي في بيتي. الله المستعان. جزاكم الله خيرا ومعذره يعني احنا بس ان شاء الله على خير. شايفه نهارا كان قاعد يتكلم من البلكونه هنا من عندنا واحنا الناس في الشارع قاعده تقول ايه اللي عندكم دي. هو صوت يعني كان عليه بيتكلم كده في التلفزيون يعني كان بيكلم التلفزيون كده والناس يعني في الشارع بيتكلم. وانت حضرتك عارفه ابو يحيى شخصه وشفتيه قبل كده ولا كان الجو؟ اول مره كنت اشوفه. كنت اسمع عنه كنت انا بحكي عنه بس تقول لي اصل اول مره لقيت كان فين ولا كان شغل بينا. كنت انا ما بخبيش حاجه عنه. بعد اكلمها عن الشغل وكده فهي تسمع عنه بس اول مره اشوفه في البيت عنده. اول مره شفتيه بالفعل وسمعت صوته بيتكلم عن شفته وقتها. كان الكلام ده حضرتك امتى تقريبا؟ كنا بعد المغرب كده. العشاء دلت علينا وهو هنا. تمام.
لحد الساعه 11 لحد كده متاخر بقى. وصوته كان عالي في البلكونه وكان خلى الجيران كلها تلم. كان بيتلموا وخرجوا قابلنا ده اللي يقولوا في ايه انت عندكم ايفون؟ والله في ايه عندك؟ قلت لهم الاولاد مش عارفه في واحد في كده معاهم بيتكلم بس في التليفون. الله يبارك في حضرتك يا حبيبي. احنا الف مبروك يا احمد وعقبال شهد كده ان شاء الله في حياتي ان شاء الله. شاكرين جدا جزاكم الله خير. نلحق بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. معانا فضيله الشيخ عفيفي احد شهود العيان على وجود ابو يحيى في منطقه سمنود مركز اجا محافظه اهليه في يوم حادث امبابه. فضيله الشيخ عفيفي يا ريت تحكي لنا. ابو يحيى كان قاعد معانا هناك عند احمد عاشور في بيته، كان قاعد جنبي بالظبط، واحداث امبابه شغاله وبتاع كمان من ده حتى بنسمعها في التلفزيون. وبعدين كان جاي عشان هو عادل ومحمد فراج من المينا هنا، فجاي في حسابات للمحامين وبتاع كلام مع الاولاد اللي عندنا كان بيتحاسب وكان قاعد معانا وكنا بنتكلم في الموضوع ده. يعني بنقول ايه ننزل مش هبطلوا بقى كفايه كده عشان الحاجات حرام وكلام من ده. هو كان بيتكلم معانا بيجارينا في هذا الموقف بيقول ايه الكلام ده غلط وما ينفعش الكلام ده وكلام من ده. ولقينا الاحداث اتشغلت والدنيا اتقلبت وكلام من ده. هو قاعد جنبي مني، يعني كان قاعد جنبي مني في اليوم ده قاعدين جنب بعض وانا بحدثه بهذا الموضوع. بقول الناس مش هتبطل الكلام ده بقى كفايه كده بقى عشان حرام كده. قال والله الكلام ده صح، كلامك صح يا عم الحاج بتاع كلام من ده، والموضوع ده انتهى وكلام من ده. بصينا في القرايه ثاني يوم لقينا متهم، استغربنا ازاي ده يا جماعه بتعمل ازاي؟ ده قاعد جنبنا وبنتحدث في الموضوع ده وبننكر هذا الموقف خالص. سيدنا في امبابه شغاله، سيدنا امبابه شغاله وهو بينكر معانا. احنا بنقول يعني ايه الناس مش هتبطل الكلام ده بقى كفايه كده، الدوله مش مستحق الكلام ده. هو قال لي ايوه والله يا عم الحاج كلامك صح والله. فبننكر الموضوع لان انا متهم. ايه دي؟ استغربنا اخر استغراب. فحرام حرام الكلام ده. نسال الله تعالى ان هو يفرج، ربنا يفرج، ربنا يفرج اسره يا رب. هو حضرتك كنت الراجل ده مظلوم فعلا. كنت حضرتك الساعه كام تقريبا يا شيخ عفيفي؟ بين المغرب والعشاء مش كده؟ قدام المغرب والعشاء باين بين المغرب والعشاء وقعد معانا. بين المغرب صلينا المغرب ورحنا عند احمد صلى عنا هناك فين وجيت سلمت عليه برضه وسلمت عليه لما كنا بنتحاسب. قاعدين يتحاسبوا في موضوع المحامير وبتاع وكلام من ده وعلاقه تجاره بينهم وبين بعض لدرجه ان هو بقى جريء في الموضوع. قلنا والله حرام فعلا الكلام ده، والله عم الحاج كلامك صح. قلنا يا جماعه بطل الناس تبطل بقى الكلام ده عشان غلط صحيح. هو بقى يجاريني في الكلام يقول والله عمل حق كلامك صح وبتاع كلام من ده. قلت له ما ينفعش كلام. تاني يوم متهم، تاني يوم لقيناه متهم وجرت تتكلم عليه وجيبوا صورته في الجرايد وكلام من ده. استغرب انا سقف ايد على ايد. ايه دي؟ معقول معقول الاتهامات دي والغلط ده؟ يعني سبحان الله ربنا يفرجك اسف. امين يا رب. ربنا يفرجك اسف. ربنا يفرجك اسف. رب امين. ربنا يبارك. جزاكم الله خير يا شيخ عفيفي. الله يبارك في حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه في الاخ وليد شاهد تاني، شاهد عيان على وجود ابو يحيى في منطقه سمنود يوم حادثه امبابه. وبرضه كنا عايزين نتعرف عليه، احنا قابلناه مره بعد صلاه العصر بشويه وعايزين نتعرف عليه. تعرف كام دلوقتي ان شاء الله؟ اتفضل. اخوكم في الله وليد عبد المنصف محمد عيلان. الاخ ابو يحيى كان هنا من الساعه 10 الصبح او 12 الصبح لما لغايه بعد المغرب بشويه. هنا يا ريت بس تحدد المكان، هنا فين بالظبط؟ كان في المكان. لا اقصد البلد. احنا دلوقتي احنا الناس عارفه ان احنا بنصور منصور، بس كان في مينا سمنود هنا عند مسجد اهل السنه. النهار طول اليوم وشفت مره الصبح ومره الساعه 3 ومره مره الصبح ومره الساعه 3 تقريبا. ومره امتى هنا؟ ومره المغرب. طب يعني حضرتك شفته قرب المغرب كده. كان بيعمل ايه بالظبط في هذه في الاوقات دي؟ شفته مرتين بيتكلم في التليفون، وكان بيتكلم في مره فيهم حد من الشرطه العسكريه بيقول له انا حد تمام. كان بيتكلم في المنطقه الواسعه ديت، وكان في المسجد، وكان في الشارع اللي وش ده. تمام. فحضرتك شفته بالليل تاني المغرب بتقول؟ قرب المغرب كده. كان بيعمل ايه ساعتها في قرب المغرب؟ كان ماشي هنا، كان داخل الشارع اللي هناك. تمام. بس الساعة 3 متأكد اللي هو كان بيتكلم في التليفون مع حد من لكن انت مش بعد المغرب. احنا كنا قابلنا الأخ أحمد عاشور، قال إن هو كان قاعد معاه من بعد المغرب تقريبا. هو راح بقى مع أحمد عاشور ومعه غربان، قاعد معاهم بيتغدى معاهم هنا ولا اتعشى معاهم. تمام. لكن انت شفته؟ أنا شفته هنا بقى كتير، شفته هنا طول اليوم كتير. تمام. ما اتحركش من هنا ولا خد عربية ولا لا ما كنتوش راح ولا يمين ولا شمال من الساعة 10 الصبح لغاية المغرب كده. تمام. قرب العشاء. تمام. وده في نفس اليوم اللي كان في حادث امبارح؟ كان في اليوم ده، لان انا رحت اللي مخليني متاكد من اليوم ده
ان انا كنت هنا الساعه 5 ورحت اتغدى كده فتره من البراحه، اتغدى الساعه 5 او 4 اتفرجت على التلفزيون لقيت ايه اخبار كده، بدايه اخبار اللي فيه احداث بتحصل في المبابه، واتفرجت على قناه اسمها الكرامه تي في بتهاجم المسلمين والسلفيين تمام المشاكل في اليوم ده. الله المستعان، الله يبارك فيك. طب تحب حضرتك تضيف اي حاجه تانية عن يعني انت عارف ابو يحيى من قبلها ولا دي كانت اول مره تشوفه؟ لا انا عارفه وشفته قبل كده مره، بس دي تاني مره ان انا اشوف، بس ما كنتش اعرفه قوي يعني. ما كانش بينكم يعني علاقه؟ ما ليش ده، ما اعرفوش، ما اعرفش الا اسمه بس ابو يحيى، حتى اسمه الحقيقي ما اعرفوش الا النهارده وانا بوثق الشهاده اسمه مفتاح. انت حضرتك رحت وثقت الشهاده بتاعتك في المحكمه؟ في المحكمه النهارده ان انت شفته هنا وانا شفته وان شاء الله تحضر بقى في المحكمه باذن الله. باذن الله لما يجي طلبونا انا موجود. ربنا يبارك فيك، ربنا يوفقك. أشراف الأمة القابعين خلف الأسوار. اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا.